عسلامة. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا بك وأهلا وسهلا والقناة متاعكم نو ميديا. نو ميديا. عرفنا عليك. أنا نجيب المالكي حقوقي. فهمت. خلاف حقوقي شنو الخدمة متاعك؟ مش مشكلة تو راني قلت لك حقوقي عاد ما هو الواحد فما حاجات فهمت الواحد ما ينجمش يحكيهم هكاهو. خليك هكاهو. الاستثمار في تونس كيفاش ترى؟ بالنسبة للاستثمار هو من يعني نقول لك الاستثمار من 86 وهو ماشي بالتوالي لحد الساعة هذه. فهمت؟ من 86 وقت اللي صارت يعني العولمة ما يسمى بالعولمة وقت التجارة الدولية واللي تونس فهمت يعني صحت على الاتفاقية العالمية للتجارة الدولية وبمقتضى ذاك الاتفاقية فهمت يعني تونس فهمت تفتح أسواقها للبضاعة الخارجية للأسواق الخارجية والأسواق الخارجية تفتح أبوابها للصناعات التونسية. لكن بين ذاك وذاك فرق كبير. نشوف الصناعة متاع الدول المتقدمة يعني دو بوينت في يعني الجودة دو بوينت في بري دو بوينت في يعني اكسبلوطاسيون نتاعك البرودوي هذاك يعني نلقوا فهمت يعني البرودوي نتاعك اكل يعني الدول الاجنبيه غزاء اسواقنا اسواقنا في تونس. وبالتالي فهمت اصبحت المؤسسات احنا مثلا المنافسه مثلا ناخذ الحذاء وناخذ الكسوه وناخذ مثال نعطيك مثال فهمت يعني الحذاء فهمت يعني تجيك من انجلترا وقت كانت انجلترا مع الاتحاد الاوروبي ويجيك من فرنسا ويجيك من بلجيك ويجيك كذا يعني بسعر يعني بكاليتي يعني كاليتي باهية وسعر مناسب. ولذا فهمت يعني هنا التونسي للمستهلك أنا نمشي نشوف الكاليتي ونشوف البري نمشي على البري والكاليتي. هذيك وقت اللي نلقى البري كومبيتيتيف والكاليتي فهمت يعني يعني كاليتي باهية نولي نمشي نلتجي ناخذ هاك البرودوي نتاع اللي هو امبورتي ونخلي البرودوي نتاعنا اللي هو فهمت يعني تصنع في تونس. وبالتالي الكونسيكونس نتاعو هو هذايا هي هاك التجارة الاتفاقية العالمية والاتفاقية العالمية للتجارة الدولية. انا من هذا المنبر والله يعني نقول فهمت يعني الفو يعني باش يراجعوا الاتفاقية ذي ما هنا يعني فما ديزيكيليبري فهمت يعني هي كانت اللي كونسيكونس نتاعها على الاسواق التونسيه وعلى الاقتصاد التونسي كانت يعني ضربه قاسيه للاقتصاد وهنا التو نعانوا منها. هذه حاجه. الحاجه الثانيه جاءت ما يسمى بالثوره هذه وما ثوره على الاقل كانت قبل فهمت يعني واحد ما يسمى بالثوره. شو الثوره هذه؟ انا نقول ما هيش ثوره لا لشيء انها وقعت تبديل يعني رجيم من رجيم الى رجيم مثل ما بدلوا بورقيبه حطوا بن علي. يعني بورقيبه وقت اللي كان فهمت بورقيبه جاوا اللي هم يحكموا في العالم هي الماسونيه العالميه هي اللي بدلت النظام البورقيبي وبورقيبه وبدلته بالنظام العسكري بورقيبه بالجنرال زين العابدين بن علي. هذايا كتبت عليه الصحف راهو قبل ما يسمى بالانقلاب 7 نوفمبر. باهي مش خليني نعطيك الاستوريك بالضبط من جمال. ومن بعد يعني جاء بن علي فهمت يعني ويعني أدى المهمة متاعه باعتباره هو سامبيون متاع السي اي فهمت. وكان التاريخ متاعه معروف كيفاش كان في شدوه في فارسوفيا وشدوه السوفييت ودخلوا الأمريكان وسيبوه ورجعوه لهنا حطوه في وزير الداخلية ومن بعد حطوه وزير أول ومن بعد حطوه هو رئيس دولة. كملوا بيه من بعد فهمت يعني وقال لك انقلاب. اي انقلاب؟ شو انقلاب؟ هي تعطينا شنيا الاسرار؟ اعطينا هالمجموعه هذوما فهمت فما حلقات فارغه توا ما يحبوش يحكوا عليه. فما حلقات نتاع سبب رحيل بن علي هذاك الجماعه اللي هنا في شارع العبد برقيبه هم اللي رحلوه يستحيل فهمت. والسبب
بورقيبه هو بن علي هو فهمت يعني وقت اللي مشى وهزوا للسعوديه بعثوه للسعوديه هذه راهي خطه راهي بعثوه للسعوديه قالوا له ردوا بالكم على الشخص هذاك وفعلا قعدوا مؤتمنين يعني مؤتمنين عليه حتى اللي مات ما يمسوا حتى واحد حتى صدرت احكام وما احكام وعدمات ومؤبدات ما تنفذ منهم حتى حكم باهي نرجع للاقتصاد هنا هنا الاقتصاد هي الضربة الفات فهو بشوف من هي دخلت الدولة دخلت في يعني في خور في اضطراب فهمت صارت حريات وصارت ضربات وصارت كل واحد يقول لك أنا من ناحية النقابة تقولنا ولا 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 والعراف يقولونا وكذا وكذا وقفوا الواحد وقفوا وقفوا البرودوي وقفوا كذا لأن بعض الشركات اللي هم شركات اللي كانوا يعني يعول عليهم النظام ويعول عليهم الاقتصاد التونسي هم كانوا فهمت يعني كانوا يلعبوا دور يعني في تقليص البطالة فهمت هزوا حوايجهم وهزوا أغراضهم ومشاو. فكري انت حكيت لي على الجودة. من جودة المنتوج من ناحية الجودة. شو نحكيو على الجودة؟ اي ما طب تو توها. المنتوج التونسي. المنتوج التونسي هو توها يعني ولا يعني فما الاقتصاد الموجه فهمت؟ يعني الجودة تو هنا راح نشوفوا الجودة نتاع المنتوج التونسي من أنا بالنسبة لي أنا كومبارابل بالنسبة لي أنا ناخذ المنتوج التونسي وما ناخذش المنتوج الأجنبي لا لشيء مهما تكون الجودة نتاعو مهما تكون الجودة نتاعي ناخذ المنتوج التونسي. علاش نشوفوا التوانسة يحبوا يستهلكوا المنتوجات الأجنبية؟ والله اللي اسمعني لو يفكر الشخص اللي يمشي يحب يشتري او يقتني فهمت يعني منتوجات اجنبيه يفكر مليح يقول لك انت تو وقت لي انت فك العمليه نتاع اقتناك البضاعه ذيك نجحتك المؤسسه ذيك وكسرت المؤسسه نتاعك ولذا انت عندك بضاعه تضاهي بضاعه اجنبيه تضاهي بضاعه تونسيه تمشي البضاعة التونسية أفضل تشجعك المؤسسة ذيك خاطرك المؤسسة ذيك هي اللي التقدم تاعها في الاكسبوتاسيون تاع البرودوي تاعها وقت يبدا البرودوي عندها فليم تاع اكسبوت البرودوي فرام وتمشي وحتى هي تصدر ونحن ما شاء الله تو نحن مؤسسات نرى أكثرهم مصدرين تو أكثرهم مصدرين بأسماء برا بأسماء يعني أسماء عالمية فهمت تشجع التوانسة على أنهم يستهلكوا منتوج التونسي بالطبيعة طبعا انا نشجع كل انسان كل تونسي فهمت يعني وقت باش يقتني يشوف يعني بضاعه يمشي يشوف فهمت يعني يشوف مهما تكون ولو حتى ارخص من المنتوج التونسي انا نشجع المنتوج التونسي خاطر وقت تشجع المنتوج التونسي راك شجعتك المؤسسه ليك راك حافظت على المؤسسه استمراريه المؤسسه وبالتالي يعني راك ساهمت في تقليص البطال وراك ساهمت في تنميه الاقتصاد الوطني. شكرا.